أخبار اليوم. ايوه دكتور معاك دكتور. انا شايف انه هذا الذي حدث في مسبيرو يجب ان الناس تتحاسب عليه زي محمد محمود زي مجلس الوزراء زي كل دول ضروري يحصل حساب على هذا الموضوع لان دي جريمه في حق الشباب وجريمه راح فيها ناس كثيره جدا بلا ذنب فضروري يحصل تحقيق عايزين نعرف مين هو المدان ولكن انا ضروري انت لما تيجي تاخد حقك ضروري تاخد حقك بشكل افضل يعني من غير ما تشتم من غير ما تعمل فاحنا عايزين نسال على ماذا حدث في هذه الاحداث عن طريق تحقيق محايد كلنا غير مسبيرو كنت سير.